Hi friends, welcome to my channel. हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमारे टॉपिक का नाम है सिलसिला नसब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग इसे नसबनामा के भी नाम से जानते हैं। ये किसे कहते हैं हम जब कहेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। आइए कहते हैं محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف قصي بن كلاب بن مرح بن كعب بن لبي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عبد بن حميصة بن سلمان بن أوس بن بز بن كنوار بن أبي بن أوان بن ناشر بن هزار بن بلداس بن يدرا بن طابق بن زاهر بن ناحس بن ماخي بن أيفي بن أبكر بن عبيد بن الدحى بن حمدان بن سمر بن يسرب بن يحزن بن هلهل بن إربا بن أيزي بن جيشان بن إيسر بن أفنس بن إيهام بن مقصر بن نهيز بن زري بن سمي بن مزي بن إبد بن إبد بن إيران بن إهدار بن هد إسماعيل بن إسلام بن إبراهيم بن إسراء بن آزر بن نهور بن سلوز بن راو بن فايز بن آبر بن الفحشد بن سامر بن نهور السلام بن نامر بن ماتو سالك بن إدريس السلام بن يالد بن رحال إيل بن كينان بن آنوس بن عزيز إسلام بن حضر آدم علیہ الصلاة والسلام لا إله إلا الله۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانکاری جان کر خوشی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے سے اچھا ہے کہ پہلے اس چیز کو خود بھی یاد کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ اب پھر اگلے ویڈیو میں ہم ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو یاد کیجیے۔ جائے گی۔